مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد مع مراجعة ماكينة حلاقة بثمن رخيص من موقع جومية المغرب. أول حاجة نقوم بالتعقيم. يعقمها أيضا. المهم سوف نفتح العلبة. كما ترون أصدقائي هذه هي HTC AT207 كما ترون أصدقائي هذه هي. نقوم بفتح العلبة. الثمن الإجمالي مع مصاريف الشحن وهو 155 درهم من موقع مغربي. هذا موقع مغربي يرسل إلى البيت. الآن سوف نرى ما يوجد هنا. قم بالفتح هكذا و هذه هي كما ترون شاحن صغير هذه فرشاة لتنظيف الماكينة، وهذا زيت الماكينة، هذا شاحن الماكينة، أعتقد أن يوجد بها ما يسمى بترانسفورماتور، لأن هذا مجرد كيبل عادي مثل كيبل الراديو أو مثل كابل الميديا. ولكن صغير. المهم نفتح ونشاهد. هذه هي كما ترون. يجب أن أقترب قليلا إلى عندكم و كما ترون هذه هي بطاريتها. هذه بطارية وليست نعم. أحتاج فقط المرآة. لا أعرف بعد كيف تقوم ب كما ترون هذه كي تقوم باختيار هل يوجد بها 1.2 مليمتر 1.6 مليمتر 2 مليمتر. المهم سوف أتعلم حركات. يمكن قلب هذا لاختيار نوع حلاقة آخر كما ترون. هذا صغير وهذا أطول بالقليل. نعم يوجد فرق هنا كما ترون. هنا سأريكم كيف. هنا ترون كبير وهنا صغير. ويمكن أيضا هذا تقوم بالصعود والنزول
يمكن تستعملها هكذا كما ترون. كما ترون هنا يمكن دفع الشفرات للفوق إن أردت أن تقوم بنزع الشعر بدقة. وهنا حسب الرغبة الشفرات تصعد وتنزل. ويمكن أيضا إضافة هذه إضافتها هنا. يوجد بها هنا 6 ملم وهنا 3 ملم كما ترون. هنا صغير وهنا كبير. إذن أنا سوف أضع على 6 ملم هكذا وأقوم بدفع الشفرات مثلا أقوم بتشغيلها كما ترون. ممكن أيضا تغييرها هكذا ونسيت أن أخبركم أيضا أن لديها هنا بطارية 1.2 فولت. هذه البطارية تشحن لمدة 8 ساعات. ويمكن إن لم يوجد مكان لشحنها أو كنت بالخارج أو نزهة أو أي شيء هذا القبيل يمكن فقط استعمال البطاريات العادية التي تباع وسوف تشتغل كما ترون. كان هذا هو شرح اليوم. أتمنى